ما أشوفك تكتب مقالات في الوطن، ليش؟ والله جانبين يعني الـ خاصة الظروف الصحفي. لا الظروف صار، أنا عندي تصريحات، عندي أطلع بالتلفزيون، يعني ما هي قضية. الوطن له نهج ماشي فيه، أنا مو في النهج هذا، وجودي في الكتابة يعني بيكون شاذ شوية، مهدي الفترة هذه باتفاق أنا يعني بالنهاية الوطن هي البيت، زين علاقتي قائمة وإخواني وربعي وأروح وأرجع عليهم إلى شوية تستقر الأمور، ما فيها يعني عجلة في الموضوع. أنا يعني سمعت أن منعت لك مقالات. لا يعني من حقه، ترى على فكرة أي إنسان يشتغل في عالم الصحافة يعلم أنه من حقه أن يكتب ما يريد، ومن حق الناشر أن ينشر ما يريد، هذه ما فيها زعل، مو هذا سبب يزعل يعني.